السلام عليكم جميعا، معكم محمد. حقدمكم سلسلة تعريفية باللارافيل فريمورك. حنحكي فيها عن استخدام الأداة المشهورة اللي هي الكمبوزر. كتير مننا ما سمع عن الكمبوزر، هذا شيء كتير طبيعي، رح نعرفكم فيه أكيد. حنتعلم كيف ننصبه للكمبوزر وكيف نستخدمه. استخدامه الأساسي للكمبوزر حيكون بتنصيب اللارافيل بحد ذاته. ما بعد هيك حنتعلم مقدمة، حنعمل مقدمة عن الـ MVC، حتكون بسيطة لكن حنتعلم فيها كيف نحن نرسل بيانات من المودل للفيو عن طريق الكنترولر أو بتحكم من الكنترولر. بعدين حنتعلم فيها على البليد. البليد بكل بساطة هو التمبلتينج انجن تبع لارافيل. عن طريق البليد نحن فينا نبني تمبلتس من الفيوز، فينا نستخدمها بعدة أماكن، وهي عبارة فقط عن بني من الـ HTML والجافا سكريبت والCSS. من بعد هيك حنضبط نحن اعدادات اللارافيل. حنضبط الاعدادات من ابسط الامور يلي هي الانفايرمنت تبع اللارافيل، يعني بمعنى اخر انا حدد انه تطبيقي بيشتغل على اللوكال ماشين ولا على البرودكشن ماشين، لانه اكيد حيكون عندنا قاعدتين بيانات، واحدة من بياناتهم للتستينج على اللوكال، واحدة اخرى على البرودكشن وقت نحن بنعمل ديبلويمنت للتطبيق تبعنا، وقت نحن بنرسله للسيرفر تبع اللي حيشوفون المستعرضين تبع الموقع. من بعد ما نضبط الاعدادات حننتقل للمايجريشنز. المايجريشنز هي فقط طريقه لكتابه الجداول تبع الداتابيز، بالاضافه لهالشيء نحن نضيف العلاقات عن طريق المايجريشنز. فهي فقط عباره عن مجموعه من السطور نكتبها بملفات PHP. فينا نحن نشغل ملفات المايجريشنز باي لحظه من اللحظات لحتى نرجع نبني الداتابيز تبعنا من اول وجديد. بالويب ديفلوبمنت حنحتاج كثير من الاحيان انه نحن نبني الجدول تبعنا، نعمل رول باك، نرجع نمحي الجدول تبعنا، نضيف عليه بعض الامور ونرجع نعمل مره ثانيه مايجريشنز. حنحكي بالتفاصيل عن المايجريشنز، الاستفاده منها جدا عظيمه، حنستغلها بقدر الامكان بالدروس المستقبليه. من بعد هيك حنحكي عن العام بليغ. العام بليغ هو الاليكوانت اوبجكت، هو ORM يعني اوبجكت ريليشن موديل. هالموديل هاد او اليكوانت حيتعامل مباشرة مع الداتابيز، حيسهل علينا كتير من العمليات، وبكرة بس نحكي عنه أو بالدرس القادم بس نحكي عنه، حنلاقي إنه هو بيسهل علينا كتير من الأمور وكتير لذيذ، حتستفيدوا منه وأنا متأكد إنه حتحبوا هالأداة هي. بس نحكي عن الإليكوانت، بيصير في عنا أساس حتى نستفيد ونربط الـ MVC أو نبني الـ MVC بشكل أقوى، وبالتالي فينا نستخدم إليكوانت لحتى نتعامل مع المودلز ونبعث المحتوى اللي بيجي عندنا من الداتابيز عن طريق الاليكوانت للفيو، اسف عن طريق الكنترولر للفيوز. يعني بمعنى اخر البزنس لوجيك حيكون بالكنترولرز، الكنترولر حياخذ المعلومات عن طريق اليكوانت من الداتابيز وحيبعث لنا اياها للفيوز. حنحكي بالتفصيل طبعا عن هذا الموضوع مستقبلا، بس يصير عندنا هذا الاساس قوي ان شاء الله. حننتقل بعدها لكيف نعمل نحن الفورمز، وبالتالي حنتعلم كيف نحن نعمل request وكيف نعمل validations على الريكوست. بس نتعلم هالامور هي حندخل بتفاصيل اكثر عن كيف نستخدم نحن البليت انجن، لانه بالبليت انجن في تفاصيل تحتاج للتعريف، مثل انه مثلا نحن نعمل extend للtempting engine هاد، ونعمل include لبعض الامور يلي بنحتاجها نحن بعده اماكن، مثل الفوتر، مثل الهيدر، مثل الامور يلي مثل الجزئيه تبع الفيوز، حنحكي بالتفاصيل عنها ان شاء الله. بعد هيك حنحكي عن اليكوانت مره ثانيه لكن بالعمق بشكل اكبر بكثير. حنتعلم كيف انه نحن نستخدم العلاقات بشكل قوي جدا، وبالتالي نستفيد من العلاقات بالاليكوانت ونعرف كيف فينا نعرضهم على الخارج. من بعد ما نتعلم الامور كلها على بعضها بيكون عندنا التطبيق اقرب الى النهائي، لكن نحتاج جزئيه جدا مهمه واللي هي الاوثنتيكيشن. هلا الاوثنتيكيشن عن طريق نحن فينا نبني تسجيلات الدخول للمستخدمين، بالاضافه لتسجيل الدخول والجلسات اللازمه لكل شخص بيعمل تسجيل دخول لعنا، وطبعا لتسجيل الحسابات الجديده. بس ننتهي من هالامور هي، حنمر نحن على ادوات مستخدمه، يعني حنمر على ادوات اقرب لتكون متقدمه لكن حنستخدمها نحن بشكل مبسط. الادوات هي كثير حتسهل علينا من العمليات، مثل مثلا اداه القلب. عن طريق القلب نحن فينا نعمل تجميع لملفات CSS ولملفات الجافا. كثير منكم شاف لوجو تبع القلب انا متاكد، واذا ما شاف القلب حيكون شاف الجرنت. عموما القلب والجرنت بيعملوا نفس الامر، لكن فقط مساله اختيار شخصي، الناس تختار يا اما جرنت يا اما قلب. نحن بالنسبه لنا باللارافيل في عندنا اداه اسمها اليكسر. اليكسر هي فقط عباره عن رابر حوالين
الجولد، يعني بمعنى آخر من برا إحنا نتعامل معه كإلكسر لأنه في أدوات إضافية، لكن كبنية أساسية هو عبارة عن جولد تماماً. هنستخدمه إحنا فقط لكيف نجمع ملفات CSS والHTML ونضيف فيرجنينج عليهم لحتى نتفادى موضوع الكاشنج اللي بصير بالسيرفرز. بعد ما نكون انتهينا من هذا الأمر نكون وصلنا لمرحلة كافية لأنه تطبيقنا يكون منتهي إن شاء الله، وبالتالي نمشي بالخطوات شوي شوي كيف نحن نرفع التطبيق تبعنا على سيرفر شغال أونلاين. هلأ كتير من الناس طلبوا موضوع إنشاء تطبيق عملي وحي. أنا بالنسبة لي شفت هذا الموقع جدا مناسب، فينا نستغل هالقصة هي لحتى نبني تطبيقنا. هذا الموقع مبني على الووردبريس، نحن رح نعمل تطبيق لارافيل يضمن نفس الأمور الموجودة هون، وبالتالي فينا نمر على الأساسيات كاملة من إضافة جداول للموضوع الأوثنتيكيشن لموضوع الميغريشنز. هتكون إن شاء الله سلسلة كاملة من الألف إلى الياء. أنا كتير متحمس إن شاء الله أشوفكم بالدرس الجاي، وبأمان الله.